إنسولين عن طريق الفم بدل الحقن المؤلمة. ابتكار جديد قد لا يغير فقط طريقة أخذ العلاج بل حتى يزيد فعاليته. لأكثر من 100 عام منذ اكتشاف الإنسولين وهو يؤخذ بالحقن، لكن حبة إنسولين هذه جديدة. ابتكر باحثون في جامعة سيدني الأسترالية قرص إنسولين فموي يمكن استهلاكه كأي قرص آخر، ويتم تصنيعه باستخدام مادة نانوية أرق من شعرة الإنسان ب10,000 مرة. تحمي هذه المادة النانوية جزيئات الإنسولين من حمض المعدة، والأهم أنها تعمل بمثابة حامل نانوي للإنسولين، ما يسمح بوصوله إلى المواقع في الجسم التي تكون بأمس الحاجة إليه من خلال زيادة امتصاصه في الأمعاء. كما تتفاعل المادة النانوية مع مستويات السكر في الدم، إذ تذوب لإطلاق الإنسولين عند ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتمنع إطلاقه في حالة انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يقلل خطر الآثار الضارة مثل نقص السكر في الدم بسبب إفراط أخذ الإنسولين. فيما أظهرت تجارب حبة الإنسولين هذه نتائج ناجحة على الحيوانات، ويتطلع لإجراء التجارب السريرية على البشر في عام 2025.